أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ورد في السنة أن من أضحك مؤمنا أثناء الصلاة فقد أبكى ألف ملك، وإن لم يصح فما هو الإثم المترتب على ذلك؟ أنا لا أعرف لهذا الحديث أصلا، ولكن لا يجوز للمسلم أن يشغل أخاه عن صلاته، لا يجوز للمسلم أن يشغل أخاه عن صلاته ويشوش عليه. وإذا كان المرء بين يدي المصلي يمنع من المرور وعليه الوعيد الشديد، فإن الذي يمسكه ويشغله عن صلاته من باب أولى، إذ المرء قد يحتاج إلى المرور، ولكن هذا ما له حاجة في المسك وإضحاك المصلي وإلهائه عن صلاته، فعليه إثم عظيم.